بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي طلبة الصف الثامن في درس جديد نطل به عليكم بعنوان مكافحة الفساد. أهداف الدرس: ما هي الأهداف المتوقع منك عزيزي الطالب تحقيقها عند الانتهاء من هذا الدرس؟ أولا، تبين المفاهيم الواردة في الدرس. اثنين، توضح أسباب الفساد وتعدد صور الفساد وتبين الآثار السلبية للفساد وتوضح طرق مكافحة الفساد. ما هو المقصود بالفساد؟ الفساد في البداية يعد من أخطر القضايا اللي بتواجهها مجتمعاتنا في الوقت الحالي، فهو بتركنا آثار سلبية في المجتمع، فبالتالي لما بتكون هاي آثاره سلبية بدها تنعكس على عملية التنمية والتطور والتقدم التي تسعى إليها المجتمعات. فما هو المقصود بالفساد؟ يعرف الفساد بأنه إساءة استخدام السلطة الممنوحة للفرد. إساءة استخدام السلطة الممنوحة للفرد. أنت كشخص في مكان ما أو في عمل ما أو في مؤسسة ما، فإنك تمنح سلطة ما، تمام؟ إذا أسأت استخدام هاي السلطة فإن ذلك يعتبر فساد، أو إذا استغليت وظيفتك في الحصول على أمور أخرى فهذا يعتبر فساد. فإذا مرة أخرى، هو إساءة استخدام السلطة الممنوحة للفرد أو استغلال الوظيفة، سواء كانت في مجال المال أو التهاون في تطبيق القوانين والأنظمة. يعني أنت كفرد موجود، خلينا نحكي في دائرة الجمارك، كيف أنت تعتبر فاسد؟ إذا أسأت استخدام السلطة الممنوحة إليك، أو إذا أنت استغليت وظيفتك حتى أنك تمرق لناس بضاعة ممنوعة مقابل الحصول على المال. هون أنا بحكي عنك أنك أنت هون شخص فاسد تستحق العقاب. طيب، ما هي أسباب الفساد التي تؤدي إلى وقوع البعض في ممارسات خاطئة فيتحقق الفساد في مجتمع ما؟ أسباب الفساد: الابتعاد عن القيم والأخلاق الحميدة. أنت كشخص إذا كان في عندك الأمانة، الصدق، الوفاء، الإخلاص، هل تكون شخص فاسد تستغل سلطتك، أو أنت بتستغل سلطتك أو بتستغل مكانتك للوصول إلى أهداف أخرى؟ بالتأكيد لا. أما إذا أنت كنت بعيد عن الأخلاق، هون يعد سبب أنك أنت توقع في الفساد. تنين، ضعف الأجهزة الرقابية وغيابها. حكينا زي ما أنت إلك حق عليك واجب، ومين بيجي بحاسبك؟ جهة رقابية معينة تيجي بتسألك. فإذا كانت الجهات المسؤولة عن هاي الرقابة والمساءلة ضعيفة، فبالتالي سوف يكون المجتمع معرض أكثر لوقوع الفساد به. ثلاثة، الموروثات الاجتماعية الخاطئة أو الخطأ. الموروثات الاجتماعية الخطأ اللي هي الموروثات اللي ورثناها عن آبائنا أو عن أجدادنا، ممكن منها تكون موروثات خاطئة تبيح لك استغلال وظيفتك أو سلطتك، فهذا يعد من أسباب الفساد. عدم احترام القانون. أنت كشخص إذا كنت بتحترم القانون بالتالي أنت بتأدي عملك على أتم وجه، لكن إذا أنت ما احترمت القانون أنت هون بدك تكون أكثر عرضة للفساد. صور الفساد: من صور الفساد تعالوا نشوف أمثلة على الفساد. الرشوة. الرشوة التي يحصل عليها موظف، سواء كان موظفا في قطاع عام أو في قطاع خاص، مبلغ من المال يحصل عليه مقابل قيامه بمثلا أنه يمشي في المستشفى، شخص موظف في المستشفى يمشي الدور لشخص معين قبل أشخاص آخرين مقابل الحصول على المال، هاي رشوة وتعد صورا من صور الفساد. تنين، الاعتداء على المال العام. المال العام يجب الحفاظ عليه وعدم الاقتراب منه وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. إذا استغل شخص وظيفته واعتدى من خلالها على المال العام، هذا يعد فساد. ثلاثة، الاحتيال والتزوير.
انك انت تحتال على عمل معين من خلال القانون، تحتال على القانون وتزور، مثل التزوير في خدمة العلم، هذا يعتبر صورة من صور الفساد. 4 الواسطة والمحسوبية. إذا طرحت الدولة وظيفة معينة وكان هناك تنافس بين مجموعة من الأشخاص، إذا كان هذا التنافس شريفا يقوم على أسس مبينة وواضحة وكفاءات، يكون هذا الإشي ممتاز. أما إذا كان الوظيفة بنختار قرابتي أو اللي بيدفع لي، فهون بتكون عندي واسطة ومحسوبية، بحط الشخص غير المناسب في مكان ما. 5 استغلال الممتلكات العامة. بيستغل الشخص الممتلكات العامة لمصالح شخصية، فهي تعد صورة من صور الفساد. 4 ما هي الآثار السلبية لانتشار ظاهرة الفساد؟ إذا انتشر الفساد في بيئة أو في مجتمع ما، فإن ذلك يترتب عليه وقوع العديد من الآثار السلبية، منها تنهار القيم الأخلاقية، سواء كانت الأمانة، العدل، المساواة، تكافؤ الفرص، الصدق، فبالتالي بصير عند الأشخاص إيش؟ نوايا سلبية. 2 زيادة نسبة الفقر والفقراء، لأنه ما في مساواة، ما في عدل، بصير في عنا تغول من بعض الأشخاص، فبتزيد نسبة الفقر والفقراء. 3 التراجع في تقدم الخدمات الأساسية، سواء كانت خدمات صحية أو خدمات تعليمية. الدولة تقدم هذه الخدمات أكثر كلما استطاعت أن تحقق تنمية وتطور أكثر، لكن الفساد يعيق من التنمية، فبالتالي سوف يصبح هناك تراجع في الخدمات المقدمة. 4 هجرة أصحاب الأموال إلى الخارج. هلأ اللي معاه مصاري وبيشوف إنه هالمكان اللي هو فيه ما في عدل وما في مساواة وما في حماية لحقوقه ولأمواله ولممتلكاته، بده يهاجر للخارج، بده يشوف مكان تاني يحميه. 5 هجرة الكفاءات إلى الخارج. لما يكون دكتور أو لما يكون مهندس متميز في مجاله، أو عالم أو كاتب متميز في مجاله، وما يشوف في تكافؤ فرص وما يشوف في عدالة، فبالتالي بده يهاجر إلى الخارج يشوف مكان آخر يرعاه، فهون أنا بكون حرمت الدولة من الكفاءات. 6 يؤثر سلبا في مبادئ الديمقراطية في المجتمع. الديمقراطية التي تسعى كافة المجتمعات إلى الوصول إليها وتطبيقها، فعندما ينتشر الفساد أنا بدي أقضي على مبادئ الديمقراطية. طرائق مكافحة الفساد، كيف يمكن التصدي لظاهرة الفساد ومكافحتها؟ 1 تطبيق المساواة بين المواطنين أمام القانون. لما أنا أخلي إشي اسمه سيادة القانون، القانون مطبق على الجميع بسواسية وبعدل، ولا يوجد أحد فوق القانون، أنا بالتالي هون بدي أمنع وقوع الفساد. 2 تطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة عن أي تقصير في الوظيفة. المساءلة اللي بتمكنني أني أسأل الأشخاص الآخرين عن تصرفاتهم في هاي المؤسسة، وبتمنحهم حق أنهم يقدموا التبرير للعمل أو للتصرف اللي قاموا فيه. إذا أنا وفرت المساءلة والمحاسبة بدي أمنع الأشخاص أنهم يقصروا في وظيفتهم. 3 الشفافية والصدق في وضع وتطبيق القانون ومعاقبة المخالفين. لما تكون أنا في عندي شفافية وفي عندي وضوح في تطبيق القوانين، فأنا وأعاقب الأشخاص المخالفين، أنا هون بدي أقلل من الفساد. 5 التمسك بمنظومة القيم الحميدة، زي الأخلاق، زي الصدق، زي الأمانة، إذا تمسكنا فيها إحنا بوظيفتنا وبعملنا، هون إحنا ما بنوقع في الفساد. 6 إحالة الفاسدين إلى السلطة القضائية لعقابهم. أنا إذا شفت في فساد بدي أحولهم على القضاء حتى القضاء يقتص منهم ويعاقبهم. 7 توعية أفراد المجتمع بأخطار الفساد وآثاره. لازم أنا يكون عندي من خلال وسائل الإعلام أنشر إيش هي أخطار الفساد، إيش هي آثاره، إيش بترتب عليه، حتى الأشخاص لا يقومون بممارسته.
طيب عنا احنا في وطني الاردن هيئة مختصة اسمها هيئة مكافحة الفساد. هاي الهيئة هي هيئة تأسست بإرادة ملكية سامية، وكان مهمتها مكافحة الفساد والوقاية منه والكشف عن الفاسدين وقضايا الفساد، سواء كانت قضايا مالية أو قضايا إدارية. اعتمدت جمعية الأمم المتحدة في 9 من كانون الأول اللي هو شهر 12 حتى يكون يوم عالمي لمكافحة الفساد. شو الغاية منه؟ نشر الوعي من الفساد ومكافحة الفساد وآثاره السلبية. هيك إن شاء الله بنكون خلصنا وحدتنا هاي واختتمناها بدرس مكافحة الفساد. في الوحدة القادمة إن شاء الله بدنا نتحدث عن السيرة الحضارية لمحافظتين في الأردن، هي المحافظة الأولى محافظة عجلون، بدنا نتحدث عنها ونذكر أهم الآثار الموجودة فيها، وبدنا نتحدث عن محافظة الكرك. ويعطيكم ألف عافية على حسن استماعكم.